مصطفى كامباني بروديوس اند سيل تو برودكتس اف اند ال. خلاص كده مبدئيا طالما تو برودكتس يبقى انت في الميكس. تنساش انك هنا بتحط او قبل كل الرولز. ماشي. بيقول لي during the most recent month product F sales were 27,000 and its variable cost were 9,450. product L sales كذا وال variable cost كذا. the company's total fixed cost were كذا. طب ما يعني اعمل لي يا اخي انكم ستيتمنت عشان نعرف نحل. يلا رحت جاي انا قلت هعمل انكم ستيتمنت. قلت له ادي السيلز ماينس تي في سي يديني تي سي ام توتال كونتريبيوشن مارجن ماينس تي اف سي توتال فيكسد كوست يديني نت اوبريتنج انكم. ويلا نبدا بالنسبه للبرودكت اف. عندي تو برودكت، عندي اف وعندي ال. يلا ادي اف وادي ال. اف كان مديني السيلز بتاعته، انا بننقل اهو من فوق. اف كان السيلز 27,000 والفاريبل كوست كانت 9,450. طرحت 27,000 ناقص 9,450 طلع لي 17,550. بالمرة كده نجيب الريشيو بتاعته. يلا دي طبعا 100%. لما اقسم بقى 9,450 على 27,000 طلعت 35%. يعني الـ contribution margin ratio 65%. اللي بقى ال كان مديني السيلز بتاعته ب 14,000 والفاريبل كوست كانت 5,310. لما شلتها من ال 14,000 طلعت 8,690. وبالمرة هجيب الريشيو بتاعته طبعا ال 100% والفاريبل كوست 5,310 على 14,000 طلع 38%. هنقربها 38%، اللي لو شلتها من المية المية هيبقى فاضل لي 62%. كده ما فاضلش غير ايه كمان؟ توتال بقى. يلا توتال 27 و14 طلعت 41,000. ده التوتال سيلز. الفاريبل كوست 9,450 و5,310 طلعت 14,770. لما شلتها من ال 41,000 طلع لي التوتال كونتريبيوشن مارجن 26,240. اللي ما تنساش انك هتشيل منه، وهنا بس بتظهر الفيكسد كوست اللي كانت 21,060 اهي دي، هيديني نت اوبريتنج انكم عامل 5,180. بالمره بقى كده فاضل نحسب تو ريشيوز. طبعا دي هتبقى 100%. الفاريبل كوست بتاعتي لو قسمت 14,770 اهو على 41,000 طلعت 36%. ودي طالما ان هي 36 يبقى الاوفر اول بتاعت الكونتريبيوشن مارجن للشركه كلها 64%. فاضل لي نسبتين كمان واعرف اشتغل، اللي هم ايه وايه؟ ايوه ان انا اجيب بقى نسبه السيلز ميكس لكل برودكت. برودكت اف هقسم 27,000 على 41,000 وال هقسم 14,000 على 41,000. يلا يبقى 27,000 على 41,000 طلع 66%. لو قربناها
يبقى ال F أهو sales mix هكتبها على جنب. بالنسبة ل F 66%، وبالنسبة ل L هيبقى الباقي بتاعها 34%. انا كده جهزت كل حاجة قبل ما اشوف ايه المطلوب. ها لقيته بيقول لي اول حاجة determine the overall break even point for the company show your work. اوي اوي ال overall break even point in dollars هنقول equal التوتال فيكسد كوست 21060، ايوه هقسمها على الاوفر اول كونتريبيوشن مارجن اهي 64%، يبقى على 64% لو حسبنا الكلام ده هيطلع 21060 على 64% طلع 32906. 32906 زي الفل. نمبر 2 بيقول لي if the sales mix shift toward product F، استنى طالما شيفت تعال نشوف هو مين بيكسب اكتر. F بيكسب 65 و L بيكسب 62. ها لو رحنا ل F مصلحة احسن. ليه بقى؟ لانه بيديني مكسب اعلى. What will happen to the break even point for the company؟ اوبا ده المرة دي مالكش مين. ايه رأيك كده احسن ولا لا؟ بيقول لك ايه اللي هيحصل للبريك ايفن بوينت؟ هو انت مش بتقول لي لما نروح لاف مصلحه لانه بيكسب اكتر؟ اه يبقى البريك ايفن بوينت، ها احنا بنحب البريك ايفن بوينت كل ما ايه كل ما يقل. صح صح. يبقى كده البريك ايفن بوينت هيحصل له ايه؟ هيقل. عشان كده هتلاقيني كاتب في البي دي اف فايل since product F contribution margin ratio is greater than product L a shift in the sales mix towards product F will result in a decrease in the company's overall break-even point. هيقل. واضحه؟